كلنا تنعرفوا ان اللغه تتحلينا بزاف ديال البيبان بحال الدراسه والخدمه، فإلا كنتي تتواجه مشاكل في اي لغه الحل عند مركز جروب اكاديمي دو لا فورماسيون براتيك اللي كاينه في قنيطره، بالضبط في سونتر فيل. اساتذه من التعليم العالي ذو مستوى عالي تتميز بهنكه في مجال تدريس اللغات وكوادر تدريسيه ذات خبره كبيره في مختلف اللغات، سواء الفرنسيه، الانجليزيه، الاسبانيه، العربيه، الالمانيه، الايطاليه، التركيه، الشينويه والهولنديه. مدربه بدقه على برنامج تعليمي مميز مكثف وحديث تعتمد على اكثر الطرق التعليميه تطبيقيه وفعاليه باش تمكن من ضبط واتقان اللغه اللي بغيتي، سواء من ناحيه الكلام، التواصل والكتابه بشكل جيد جدا. مركزنا تمنح شهادات في اخر التكوين وفرصه كبيره سواء في الخدمه، في الدراسه ديالك، وحتى الا بغيتي تمشي لخارج الوطن. عدد الحصص تختلف من لغه لاخرى ومبرمجه في اوقات مناسبه حسب الاختيار ديالك. كاين دروس مع المجموعات، كاين دروس كتكون فرديه وسريعه، هادشي كامل ثمن في المتناول. ايوا اش تتسنى؟ ما تضيعش الفرصه، راه عدد المقاعد محدوده. للمزيد من المعلومات تواصلوا معنا عبر الارقام الظاهره على الشاشه او عبر عنوان المركز المتواجد مركز مدينه القنيطره، عماره 43 زنقه مولاي عبد الله، قرب مقعد جنتلمان ولا قهوه كافي طريق، قرب ساحل البلديه وراء اتصالات المغرب فوق مكازاياتو موبل 43.